بزنس كلاس ايكونومي. دلوقتي مصر الطيران كلها بقت بزنس كلاس والايكونومي او درجه رجال الاعمال والايكونومي نظرا للاقتصاديات بتاعه العالم كلها. فالدرجه رجال الاعمال بتجمع بين الدرجه الاولى ودرجه رجال الاعمال في مساحه الكراسي في السيرفيس او المضيف الجديد والمضيف القديم. دايما بينزل لنا كل 12 شهر ريكارنت كورسات ريكارنت اللي هو ريفرشنج للمعلومه عشان دايما عنده الابديتس بتاعه كل سنه او كل اجراءات الطيران المدني اذا كان بالظبط او في الخدمه الجويه لازم يبقى عنده على طول الابديت ده على طول قبل ما يحصل جديد. السيرفيس هي والطياره جنبنا انفسنا. ازاي يتعاملوا مع الراكب بطريقه بروفيشنال ان هو الراكب يبقى لازم مبسوط حتى لو ما اكلش حتى لو ما شربش حتى لو ما لقاش اي حاجه. الكير بتاع الضيافه هو الاساس. الكير بتاع الضيافه والسيفتي هو الاساس. الراكب لازم يبقى عندنا نازل سيف مظبوط وساتسفايد. لازم يبقى نازل سيف وساتسفايد. دايما الراكب ساعات مش معظم هو معظم الاحيان بيبقى الراكب طالع من تحت اوريدي يعني متضايق اذا كان وزنه هو جه متاخر مراته مش قاعده جنبه ولاده قاعده جنبه فبيبقى طالع مشدود. فلما بنيجي نقول له من اول صباح الخير اشوف البولدك انتوا مش قاعدين انتوا مش عارفه ايه فلازم امتص صوته خالص. وده معظم ركابنا يمكن المدام همت توافقني الراي وممكن يبقى عندها هي كمان اكزامبل تاني ممكن تقوله لحضرتك. احنا بندربهم طبعا ازاي يكون عندها طول البال على الشخص اللي قدامها. ده مهم جدا ان هي تكون مدربه تستقبل الشخص اللي قدامها ازاي ما روحش في نفس اللاين او الستيج اللي هو هو اوريدي وصل علشان ما يحصلش بيننا كونفليكت او ميس اندرستاندينج ويبقى في بلوكينج اريا للكوميونيكيشن اللي بيننا وبين بعض. فلازم تتدرب كويس قوي ان هي اول حاجه لازم تسمع كويس قوي وبعد ما بيخلص طبعا كل الكومبلين اللي عنده ابتدي اتدخل ان انا اعرض عليه المساعده. وابتدي طبعا بيبقى في سوبرفايزر موجود على الطياره لازم تتعلم انها تبلغ الشكوى اللي عند الراكب ونبتدي نحاول ان احنا نعمل لها هاندلنج ونساعده ازاي لانه هو اللي هيكمل معانا الرحله. ده لو وصلت المشكله يعني لو وصلت بقى المشكله ما بنوصلش المواضيع لاي مشاكل خالص. لازم تكون يعني لازم تكون عندها معلومه كويسه معلومه مؤكده. هي اللي كان بيجي لنا العراقيه والليبيه والسوريه لسه كانوا موجودين السوريه تقريبا من شهر فات بيجوا عندنا. محتاجه قد ايه التدريب فيهم؟ من اسبوع ل 10 ايام. تمام. من اسبوع ل 10 ايام طبعا عدد ساعات معينه بالظبط. حاضرين اوريدي بيخضع يعني لمعايير مختلفه من الطيران المدني طبعا ودايما برضه بيحصل لنا كورسات ريكورنت ولازم نبقى معتمدين ومعتمدين في المواد اللي احنا بندرسها واوريدي احنا كابن كرو ايجيبتير ف يعني لازم نكون احنا سلكتد طبعا لازم طبعا ويل تريند لانه لازم اوصل معلومه برضه صحيح لما بيطلب من الشركات بالطلب طبعا لو هم طالبين عايزين مثلا محاضر طوارئ محاضر خدمات محاضر كاستمر سيرفيس محاضر كذا طبعا بندفع بره وبنبيع. اولا في الفيرست ايد ده الانيشال كورس كل الضيافه واخده الفيرست ايد اللي هو حافظ على حياه الراكب لحد ما يوصل للبوينت بتاعته اسعفه لحد ما نوصل اذا كان ايمرجنسي لاندنج بقى خلاص في هارت اتاك او ده اول حاجه. اولا بنبلغ الكابتن وفي طبعا البروسيجر اللي بنتبعها لو في دكتور على الطياره ويقول ان احنا مش هنقدر مثلا لو رايحين نيويورك لا انا لازم انزل في اقرب مطار دلوقتي لازم كل ده بيها تبليغات الكابتن وانا بحافظ على حياته لحد ما يوصل النقطه اللي احنا هننزل فيها. اولا اللغه الشكل الوزن التعامل لو هي تقدر تتعامل مع الاخر وهتشوف كالتشرز كتير ما اتخبطتش فيها ما اتعاملتش معاها لازم اكون فاهمه استيعاب كل واحد لازم تبقى واقفه كده هو عندها ثبات انفعالي لان هي هتشوف كتير قوي 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 قوي. يعني دلوقتي الاجيال الجديده ما عندهمش صبر لكن المضيفه عندها صبر قليل يمكن اكتر من صبر لحد ما انا مثلا بقى لي 31 سنه بقالها 18 سنه لحد سن 60 حسب الجدول حضرتك الضيافه اللي بينزل اسبوع اسبوع يبقوا في جدول. طيب شكرا.